السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا مقالة مدرب جنوب افريقيا هوغو بروس على مواجهة المنتخب الوطني المغربي في اقصائيات كاس افريقيا اللي غادي تكون بالكوت ديفوار، وايضا للاسف عندنا اخبار غير سارة على المهاجم رايا ماي، اضافة الى قضية عبد الصمد الزلزولي والبلان ديالو اللي وقع عليه مع نادي برشلونة بخصوص مساندته لفلسطين والكثير من التفاصيل المهمة. ونبداو اولا مع مدرب جنوب افريقيا واللي مبدئيا هضر على جميع المنتخبات في المجموعة ديالنا، وطبعا كمغاربة اللي منه هو مقاله على المغرب، بحيث قال مدرب هوغو بروس بالحرف: من الواضح ان المغرب هو افضل فريق في مجموعتنا، لقد شاركوا في كاس الامم افريقيا في يناير وتم اقصاؤه من قبل مصر وهم فريق جيد للغايه. المنتخب المغربي مصنف 24 عالميا وسيلعب في مونديال 2022 بقطر هذا العام، ويمتلك ايضا العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الخمس الكبرى في اوروبا مثل الحارس ياسين بونو واشرف حكيمي ورومان غانمسيس موني الحدادي والمهاجم يوسف نصيري. ايضا المدرب هوغو بروس قال لي: وجود المغرب في مجموعتنا يعني ان جنوب افريقيا بحاجه الى الفوز بمباراتيها ضد كل من ريبيريا ومنتخب زيمبابوي بدلا من الاكتفاء بالتعادل، يعني كيقصد ان الفوز على المغرب غادي يكون صعب وصعب جدا، لذلك خاصهم لابد يربحوا مباراتي ليبيريا وزيمبابوي وما يطيحوش معاهم في فخ التعادل باش ما تصعبش عليهم ماموريه التاهل. عموما هذا ما قاله مدرب جنوب افريقيا هوغو بروس على مواجهه المنتخب الوطني المغربي في اقصائيات كاس افريقيا. اما عن المهاجم رايا ماي، فالمدير الرياضي لنادي فرنك فاروس المجري اللي هو توماس هاكنال قال على ان الهداف الفريق واللاعب المغربي رايا ماي بحاجه لاجراء عمليه جراحيه، وذلك بعد الاصابه التي تعرض لها في الكاحل خلال حصه تدريب قبيل بدايه كاس امم افريقيا الماضيه، والتي حدثت جراء التحام بينه وبين الحارس وداد الرياضي البيضاوي رايد التشكناوتي. وقد حاول الطاقم الطبي للمنتخب المغربي وناديه المجري الاعتماد على العديد من العلاجات الوقائيه لتجنب خضوعه للجراحة لكنها لم تنجح. وأكد هانغال أن اللاعب المغربي سيغيب لأسابيع أي نهاية الموسم بالنسبة له بعد إجرائه للعملية الجراحية، وأضاف أن الطاقم الطبي واثق من أن المهاجم المغربي قد يشارك في بداية تصفيات دوري أبطال أوروبا. يعني باختصار رسمي رايا ماي غادي يخضع لعملية جراحية في الكاحل، وهذا أوتوماتيكيا كيعني أن الموسم ديالو انتهى مع الفريق، وأكيد كنتمناو ليه الشفاء العاجل ويرجع بسرعة للميادين في أقرب وقت ممكن وللمنتخب المغربي. اما فيما يخص قضيه عبد الصمد الزلزولي، فكاي مسلم كيتضامن مع الاخوه ديالو في فلسطين كان بارطاجا واحد المنشور عادي جدا عبر ستوري في حسابه الرسمي على الانستغرام ضد اسرائيل، واللي قال فيه حرفيا اللعنه لاسرائيل. ولكن من بعد بساعات قليله فقط تدخل نادي برشلونه وطلب منه يحذف ستوري، وفعلا اضطر باش يحذفه. من بعد خرجت شي اخبار كتقول ان صحف اسبانيا مقربه من برشلونه قالوا على ان تشافي هرنانديز اسقط لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي من قائمه الفريق الاول فيما تبقى من مباريات الموسم. وطبعا هذا الشيء راه ما منه والو غير اشاعات فقط. وضعيه عبد الصمد الزلزولي مع نادي برشلونه لحد الساعه عاديه جدا والامور طبيعيه وعلى ما يرام، ولكن السؤال المطروح: لو كان عبد الصمد الزلزولي تضامن مع ديك الدوله الاوروبيه، واش اداره نادي برشلونه كانت غادي تطلب منه يحذف المنشور؟ قطعا لا. وهنا كيبان لنا جليا ان الغرب للاسف فعلا عنصرين تجاه العرب. المهم حتى حنا بدورنا كنقولوا اللعنه ثم اللعنه لاسرائيل. وللاشاره فقط، حتى طارق تيسودالي تضامن مع فلسطين عبر ستوريات ديالو في الانستغرام واللي وثق فيها مقاطع فيديو بكل امانه فيها مشاهد صعبه جدا. كنتمناو ليهم الفرج القريب ان شاء الله. وفي الختام كيبقى رأي ديالكم، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.